الثاني شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وفي المركز الثالث أيضا شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وفي المركز الرابع مرغوب على المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد السبوسي، وفي المركز الخامس نشوف جياش لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي، وفي المركز السادس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السابع سراب لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة مضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الثامن، وفي المركز الثامن الغادم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر علي بن هزيم المسافري، وفي المركز التاسع على الشعار الحمر مر وعبر على ظهر هملول لهجن الرياسة بقيادة مضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وفي المركز العاشر صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة مضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى هملول، منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهو مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم الينيبي على مقدمة هذا الشوط، والمنافسة من قبل سراب. سراب بدأ يتسرب إلى المقدمة في هذه اللحظات. سراب لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة مضمر صادق فضل الأمين. ننتقل إلى المركز الثاني، شاهين على المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثالث هملول لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم الينيبي. المركز الرابع شاهين أيضا لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السادس غدوم هنا من هملول لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطار بن مايد الخيلي، وفي المركز السابع المقدام على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة مضمر المكتشف علي بن هزيم المسافري، وفي المركز الثامن صوغان على المركز الثامن لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز التاسع شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وفي المركز العاشر تعويض لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري متواجد في التضمير مع تعويض على المركز العاشر في هذه اللحظات. نرجع إلى المقدمة، يا سلام دخلنا الكيلو المتر الأخير بقيادة شاهين لهجن العاصمة، يا سلام أيضا المنافسة من هجن الرياسة مع هملول، يا سلام شعار امبراطورية هجن العاصمة وامبراطورية مؤسسة هجن الرياسة على المقدمة. غياث والفيلسوف في موقع واحد في منافسة على انتزاع المركز الأول على مقدمة هذا الشوط في هذا الشوط، شوط الإذاعة الجعادين المحليات الأصايل. غياث وأيضا هنا الخيلي الفيلسوف رجل الأمتار الأخيرة وجه ومع وجه مع غياث الهلالي على مقدمة هذا الشوط. بدت المنصة تبان وشاهين لا زال على المقدمة، الأوامر ما صدرت، لا زال كل واحد يترصد للثاني، يترقب للثاني، يبي ينتهز الفرصة، لكن شاهين على المقدمة لهجن العاصمة لا زال صامت صمود الجبال السود رغم الضغوط الذي يأتي من هملول لهجن الرياسة. يا سلام المعركة طاحنة،
على المقدمة، ما بين شاهين ما بين هملول، نغترم من خط النهاية، نغترم من المنصة الرئيسية. النقطة الثالثة الإمبراطورية تجن العاصفة، سلام يا العاصفة، سلام سلام يا غياس، سلام على هذا الأداء المتميز. تهانينا لمالك إمبراطورية تجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز هجن العاصفة على ما تقدمه هجن العاصفة في هذا الموسم، في الموسم اللي خطف، في الموسم القادم. ها هي هجن العاصفة تشاهدونا على شاشة التلفزيون من جديد إلى جديد. هملول على المركز الثاني لهجن الرياسة، المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة، وفي المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، وفي المركز الخامس سراب، في المركز الخامس لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. هذه النتيجة، التوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الأربعة كيلومتر بزمن وغدرة 6 دقائق 17 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر غياث الهلالي المركز الثاني. هملول أيضا ما قصر، قدم عرض ما فيه الكفاية، حصل على المركز الثاني في زمن وغدرة 6 دقائق 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر الفيلسوف أحمد بن مطار بن مايد الأخيلي والذي وصل في المركز الثالث. شاهين أيضا على المركز الثالث لهجن العاصفة وقطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة. نشوفه هو شاهين 6 دقائق 24 ثانية بلوفة تمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات أشواط هذا الصباح.